القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس رقم 423 من دروس التفسير. نشرع اليوم في سورة جديدة وهي سورة الأحزاب. ساقي إن شاء الله ميرضى ربي هنبدو الدرس الجديد، يعني تصور تجديد سورة الأحزاب، درس رقم 423. سورة الأحزاب سميت بسورة الأحزاب لذكر غزوة ومعركة الأحزاب، هذا سبب من الأسباب الرئيسة لتسمية السورة بهذا الاسم. إدريس ربي سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب عامرة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة بالمجتمع العلاقات الاجتماعية، يعني ذي سورة أغدي ورين أم خاثي اللي تذرت النظر ذي ثواشولت وثواشولت ذي نتساث إذ الساس نتمتي. الأسرة هي النواة الأساس في بناء المجتمع، إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع كذلك، إذا كانت الأسرة ضعيفة ممزقة كان المجتمع كذلك مفككا. ثواشولت ساعة زل ذم قرآن إفكيس ربي زل ذم قرآن ذي القرآن أثن تصور تجد أحزاب يهضرت في الناس. صورة الأحزاب مدنية نزلت بعد الهجرة، تنزلت بعد ميك هجر النبي عليه الصلاة والسلام سيمكر المدينة، ذكرنا هذا المعيار فيما سبق وشرحناه مرارا باللي أمثال ميزير القرآن المكي القرآن اللي نزل ذي مكة القرآن المدني للمدينة، لأنه إما معيار مكاني نغ معيار زماني، وناد بالمعيار جهدنا أكثر، يعني ذي القرآن يدينزلن أين يدينزلن بعد الهجرة، هي الفاصل يكون القرآن يدينزلن بعد الهجرة النبوية اسمه قرآن مدني، ولا ما ينزل ذي مكة في مسلاقين شرحت انت التفاصيل الدروس نعدان، وإن الناد باللي القرآن المكي والمدني كل يوم يسعى الخصائص لكاركتيريستيك برمي نناد باللي القرآن المكي يصركز فين عن الإيمان ليمان لا فوا، اين يعني تصرفك لي فالور الاخلاق هذا. والنبي عليه الصلاه والسلام ناد في الحديث الذي صح عنه عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي روايه انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، لانت شر لي فالور يجرز نطاس للجاهليه اغسل من نرس ربي كفرا، ولكن سعن لي فالور سعن القيم يجهدن مليح، اول ما فيك دوال ذوال في الركزه النفذ الحرمه شحال امور يسعن. الاسلام لم ينكر، جاء مجددا وجاء مبددا، اين قالها الشيء اللي مليح قواه وزاد، اللي مش مليح الغاه، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إلا وين يشمثن ساعة ذيريث الإسلام يكسيث. ذيني مدين النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك ثقي من خصائص القرآن المكي، من خصائص القرآن المدني يهتم بالتشريع، أي نعنان للوا قوانين تشريعات
أتفض مثلا إمدينا ربي ذي القرآن ذي سورة البقرة ذي الآية 282 فجئة مدنية هنا عندنا الليجيسلاسيون التشريع وهي أطول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ربي هضر في ليدات في طلافة أمشي قلاقاتين موثقة ماشي المذ النوتير النوتير توليس نسمى النوتير الموثق ولكن المطلوب هو الكتابة الرسمية الكتابة يهضرد في الشهود يهضرد في الرهن يهضرد في التجارة في كذا كي مرة وسنتد قلت لا يا سورة البقرة الآية 282 القفليس الآية 275 ربي يهضرد في الربا يدوى أحل الله البيع وحرم الربا البيع والشراء كن يعين ربي زنز ثكن تفغام أحرار خدمة الشركات أرل صار عقد المضاربة المرابحة المشاركة بجميع أنواعها الاستصناع صيغة السلم الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص ذي البيع والشراء كن يعين ربي خذ مثلك انت فغام أكيد إن ربي معنى الآية ولكن ها الربا الحرام في قذقين دا دوسان في قذقين آيات مدنية يعني نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية ثورة سورة الأحزاب فهي سورة تجديد أندات كلاسي أندات نصنف سورة مدنية باتفاق تنزلت بعد مجهوجر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المدينة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله تفذاك أنا استقى ربي ربي ناس يا أيها النبي أقوى ربي قوية ثورة أي واحد منا أي واحد منا وكان تقول اتق الله عص روحك ولا لا لا تقول اتق الله فين أنا اتق الله أنت شغل تقول واحد الله يهديك قولك الله يهديك أنت انقلاب الموازين هي نورمال مو كي يقولك اتق الله يقول له إن شاء الله ربي يجعلنا من المتقين يقولك الله يهديك ناس إن شاء الله آمين علاش تزعف عليه شوف الحساسية من الكلمات الطيبات ها ربي يقول للنبي اتق الله هذا ما مقصد فائدة من الفوائد سنذكرها الآن يا أيها النبي أولا التعليق الأول طبعا الآيات نفسروها نفسروها ثلاث آيات اليوم ثلاثة من الآية الأولى حتى الآية الثالثة فقط سلية ثم زوروث ألم ذلايا فيس ثلاثة ولكن زورغ كانك يا أيها النبي اتق الله باش كان نظر سجل المقدمين اسمي لقى نظر عدد آيات هذه الصورة أشحال الآية في الساعة الصورة سجل 73 آية عدد الكلمات شحال 1280 كلمة 1280 كلمة شحال الحروف قلان شحال الحروف تسعة 5796 أدعي وذا عدد الحروف 5796 هذه نسأل الله أن يوفقنا لتفسير هذه الآيات وهذه الكلمات يا أيها النبي اتق الله ربي ناس يا أيها النبي جميع المفسرين يتحدثون عن هذه النقطة لا حرج باش نذكرها أيضا من باب التذكير ربي سبحانه عز وجل طبعا كل إنسان منا يسعى الاسم يسعى الكنية يسعى اللقب لنو برينو ذا غام كي السوالا أكا نبي عليه الصلاة والسلام اسم محمد اسم أحمد وقيد اسميس لو برينو ذي اسميس يسعى الكنية يا أبا القاسم أكا الكنية غورنا لأنه قد يسعى اسم كي السوالا مدن أكني توسن مدن غير مدن ولكن لقبين اسم رسول الله لقبه رسول الله نكوني كما لا نسعى كيف كيف نون برينون نون فامي الى عادي ربي سبحانه مري سيول الانبياء اكن ملا
في موضع النداء لجميع النبيين والمرسلين، ربنا يخاطبهم بأسمائهم. أسني السواس يسمو ننسن. مثلا في سورة البقرة الآية 35، ربنا يسي آدم، قلنا يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. السواس ربي سيسميس يا آدم. مدنغال مثلا سيدنا نوح، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، في سورة هود الآية 48. يا موسى إني أنا الله، في سورة في سورة القصص الآية رقم 30. في سورة إبراهيم الآية 104-105، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا موسى إني أنا ربك في آية أخرى. يا عيسى إني متوفيك وإني يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. من مكسول ربي الأنبياء أسني السول سيسمون سن. ربي سبحانه الشغليس يشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ميس السول أسي السول، إما يا أيها النبي نغي يا أيها الرسول. وجي خطاب تشريف، خطاب تشريف وعلو مقام. لا ربي سبحانه يقرف ذن القدريس، يقرف ذن الشانس، ولا دنفذر ربي دنفذر نبي. ها الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أكا لذلك أتصل الآيات، يعني بشرك لا نطيل، أذكر على سبيل المثال. يا أيها النبي ينفذ رب سبحانه عز وجل ذي الآية يوم السلام، يا أيها النبي هكذا خاطبه الآية الأولى من سورة الأحزاب. وفي سورة الأحزاب ذي السورة سجي الآية 45، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في الصورة نفسها أي في صورة الأحزاب الآية 45، في الصورة نفسها الآية 59، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. معنت هذه صورة الأحزاب كان ذي الآية الأولى، ذي الآية 45، ذي الآية 59. ربس السوال يا أيها النبي خطاب تشريف. النفن دنظن السوال يا أيها الرسول بمقام الرسالة. أيضا على سبيل المثال ربي ناد في سورة المائدة الآية 41، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لأصلاة والسلام يحزن مريت سوالي إمذانا تسمززالا غالكفر. الآن نشهد هذه الظاهرة، هناك أناس يسارعون إلى الإلحاد ويفتخرون عن طريق اليوتيوب، عن طريق الإنترنت، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يفتخرون بإلحادهم وكفرهم. نقولهم ربي يهديكم ويهدينا ذاك، لأن المآل الندم. كل من يسارع إلى الكفر والإلحاد فهو على خطر عظيم. لابد أن نقيم الشهادة على الناس. ربي سبحانه وتعالى الأمر ليس عبثا، ماشي ذي اللعب، ماشي ذا قصر التفضي ويتسزل غير الكفر. هذه كفر يرنا يعز في ثماني. سيولدي الله يهديك، روح سلعقال، روح سلعقال. ثم دي ثدى سكني قرر الشيخ محمد الحسين أذي يرضى ربي في اللاس، ولاش تصبحي ثور نسعي ثم دي كان سلعقال خير أسيض المؤمن عاصي. إن شاء الله أتي ثم دي ثكتين النغسيني سفرحا ولا ثزلاقي غير بل الإلحاد كذل الكفر. ربي سبحانه اسمي قولا نبي أصلاة وسلم يحزنا طاس مثل تولى تمززنا الكفر. ربي يبغى يثبته، الناس بلغت الرسالة
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ثقي سورة المائدة الآية 41 في السورة نفسها الآية في سورة المائدة الآية 67 ربي ينادى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سيوض الرسالة ذايا وقيد شغلك ماذا الهداية ربي إيديه الدول ذا شو ذي الفايدة أنفهم باللي طيب حيث ذكر محمد رسول الله هنا خبرية جملة خبرية أنا تحدثت عن موضع النداء ممكن واحد يقول لا ذكر محمد رسول الله قلت نعم ذكر محمد رسول الله هذه جملة خبرية آية خبرية ولكن في موضع النداء دائما النداء يكون بإحدى الصيغتين إما يا أيها النبي أو يا أيها الرسول هذا تشريف ما بعده تشريف هذا رفعة مقام ربي الناس يا أيها النبي هذا نفهم يا أيها النبي ثوري الناس اتق الله هكو هذا ربي شو المعنى ليس هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا لم يكن من المتقين الجواب لا بل هو إمام المتقين ولا شو قلت سواد ربي منسى ولا شو قلت سن ربي منسى ما كانش اللي يعرف ربي كما هو كما كانش اللي يتق الله كما هو المقصود هنا داوم على تقوى الله ازدد ارنو زيادة استمر لازم هذه هي المعاني كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ربي سبحانه يساوى للمؤمنين قرصنا المؤمنين منث شو المعنى يس معنى يسرنوث الإيمان نوان فكتس فوز أغمنتي الإيمان نوان فورتيفي الإيمان نوان هذا هو المقصود اتفقنا إناس اتق الله تجد فايدة مزولة الفايدة في السنثين كنين باش هذا نظر باللي ولا قال تأخذنا العزة بالإثم ماشي مغدينا يوني اتق الله غير هذا الحال ما دين وكن يهضر باي غض الحال خاطي هو ربي ناسين فيه اتق الله صلى الله عليه وسلم إذن ونكون إذا ربنا يغداك إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وند فاتقوا الله ما استطعتم تقوى خوف ربي وند النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت أقوى ربي ندث الليض ذم كل زمان ذم كل مكان وربي ند ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب التقوى رأس الأمر كله وقارن استعرف خاف اللي ما يخافش ربي اللي خاف ربي ممكن يظلمك ولكن كي تقول له خاف ربي يسكت يتوب أقوى ذوين ونتسقوى ربي إذن التقوى يفكيس ربي يزر ذم قرن الثاني يمر النبي صلى الله عليه وسلم ستقوى ما كان يغدي يمر ذنكني ولا تطيع الكافرين والمنافقين الكافرين لن غادي المرحلة هي الكفر فاند المنافقون فاند المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر أذغوك ذلك سواغيث يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب أكيد قابل سوذ من بوبكر الصديق ولكن وليس دون النظم من أبو لهب وعرت من مليح لذلك في أوائل البقرة ربي تحدث عن المؤمنين سريعا الكفار سريعا كافر يبان من المنافقين شحال الآيات المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العفو والعافية ربنا ياسين في ولا تطيع الكافرين سنتغل أول أحزاب الذين تمالؤوا الذين اجتمعوا لإلحاق الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولإيقاف مسيرة الدعوة ولإطفاء نور الإيمان المنافقون ملالين الكفار قريش ومن وافقهم أن بعد يقترحون ويهددون ويخوفون ربنا ياسين فيوس نتساغر والوثن صدوع عارة أكن ملان إن الله كان عليما حكيما ذا شو المعنى يسأل ربي سبحانه ولاش ذا شو يفرن في اللاس كل شيء زراث
كل شيء حصاث عليم وحكيم، جمع بين العلم والحكمة، العلم المطلق لاش شوف النفاق سيدي ربي، الحكمة المطلقة، الحكمة المطلقة أكني كرشد ربي أغا سوال، أكني كيوله ربي أغا سوال وتسغر وال الكفر كذ المنافقين. واتبع ما يوحى إليك، أذفر أذفع أيني دين زاد ربي في الله وحيا، الوحي القرآن دي تنزيل في الله، أينك دين ربي خذميث ذفعيث ظفريث. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية شو المعنى إيس؟ المعنى إيس مسينا ربي ذبع كل ما أنزلك من تشريعات وأحكام وأوامر من بعد إمدينا إن الله كان بما تعملون خبيرا، يزرى كل شيء خبير بكل شيء. بمعنى هذه الآية تستلزم الجزاء، ما معنى كل شيء زرات معناتها أوين يخذ منين الهام ربي زرث وفي جازي، أين يخذ منين ندير أين نديري ربي يحصث وفي جازي، يعني كل يونين زرع في غلف ما يزرع يونا سنان أدمي سنانا أذجرحني فاسنيس، ما لا يزرع ثم زينك ذيرذن أذغى ففلاح ثيس تقرس لها هثا يكذي الخدمة إن خدم مرة ربي ناد إن الله كان بما تعملون خبيرا. آخر آية الآية الثالثة وتوكل على الله. تفرت في الصورة بعد ذي وتطاس وما نسل تشيلها في ربي يا أخي نكوني مدي في غيون وفلاح صباح سين ربي فلاك الثيال قل كلك أنت لها توكلنا عليك يا ربي حتى يخرج صباح وين يروح التجارة الفلاحة القراية وين يروح. جميل أن يتوكل على الله، والتوكل على الله عبادة قلبية عظيمة جدا. التوكل من أعمال القلوب، تسيل غف ربي تسيل غف ربي. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل لازم ما تشيون ديني تسيل غف ربي أذغى ما نخدم ما نردم أذي خدمك أشيني تسخلق فربي إيناس خاطي اخدم الأسباب سبب يا رب يا عبدي وانا نعينك نقانس الدرجة سبب يا عبدي وانا نعين. الفلاح دايما سمحوا لي كل مرة نذكر مثال على الفلاح لسبب لأسباب كثيرة، لا النوستالجيا تجبذ الله غالب لا نوستالجي في سنة ثانية وفلاح ولا شو تيشفى قارني ثقفيلي ثلوك وانا سنتي سحساب وفلاح وسنتي زرعان انا عميه الفلاح هدي كارثة في الجريف اخاكا هدي سوفر ثايوة ودير في الزريعة وذي روح هذي الزرع وذي خرز وذي يرجو ربي في كوال ولاش ولا شمال ولا شلهوى أفلحكي ما تسد النعمة أشحال قماشي تتراجون. إذا كان ربي فتح ونزل أمطار ونعمة ربي ما شاء الله أشحال أفواه التي تنتظره مفتوحة يأكلوا قاع ماشي غير لفامي قاع يأكلوا قاع العيلة تأكل والضيور يأكلوا والبقر الناس كل شيء يأكل إلا ما كانش العام الجاي لا ييأس يرجع مرة أخرى إلى أرضه إلى حقله ويزرع ويحرث ويستنى ربي، يعني يتوكل على الله ويتخذ الأسباب فيتوكل يتخذ الأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله. أفلاح أذي زرع وذي خرز ما يفكد ربي الخير أكني خير
إذا غايك قماش إني تراجون هذا الشنياك ذي مولان ذي كليلن ذي مغفان ذي وجيلن ذي الذيور كلش مولاش يرجى ربي قافل ذي يعود ذي يغال هذي روح سكاليس غل خلاني ناس رث مازيرث أتي زرع واتي خرز وذي يرجى ربي. إذن التوكل على الله عمل من أعمال القلوب ذي الخذ مبول الثيالة فربي ولكن إفاس نذخذ من إضار نذخذ من هذا الحون الشيخ الشعراوي الله يرحمه من لطائفه إناد القلوب تتوكل والجوارح تعمل القلوب تتوكل التوكل من أعمال القلوب ولكن الجوارح تعمل ذي زري ذي فسن ذا لا ذا قرو اسمي ذي ضرا أخذ من ياك أم بعد وريلا قارا نفكي الخذمة بولا سنفكي فسن خاطي ما نعطيوش للقلوب عمل الرجلين ولا عمل يدين ولا العكس. إذن هذا هو المطلوب ربي سبحانه وتعالى ناسين عليه الصلاة والسلام وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أما السعد بنيتنا فربي هو الحافظ هو الناصر هو المعين ما يونيتنا فربي أما السعد ذن سنغر يحارب الفلاس ذن سنغر تيصرا ذن سنغر سطف نفوس أنت كمل دروس إن شاء الله ذي الجمعة دي سدون ما يرادو خلاق جغل ثالويث أرثي مليليث سلام ربي في الأمن.